تنفيذا لأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإطلاق خطة تطوير لدور العبادة في محافظات مملكة البحرين كافة وافتتاح وترميم وتأهيل 30 مسجدا تابعا لإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية، أعلن الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهجري رئيس مجلس الأوقاف السنية الانتهاء من تأهيل وتهيئة وصيانة مسجد عبد اللطيف الدوسري في منطقة البديع ومسجد الشيخ سعود في المنامة. وأكد الهجري حرص مجلس إدارة الأوقاف السنية على تنفيذ المشاريع التطويرية لدور العبادة وفق الجدول الزمني المحدد ومتابعة المشاريع الجارية إلى حين استكمالها لضمان راحة المصلين وتأدية العبادات في أجواء روحانية.